بالتأكيد الأخبار في مصر ما بتخلصش، وتحديدا في المحافظات، لأن كل يوم بيكون في جديد. يمكن أهم ما حدث من أخبار في المحافظات امبارح هو افتتاح موسم حصاد القمح في محافظة الإسماعيلية، وكمان يعني الكميات اللي تم توريدها من المحصول في محافظة الوادي الجديد في موسم حصاد القمح. أما في محافظة قنا فتم الانتهاء من تأهيل 250 شاب للالتحاق بسوق العمل. صحيح يا صمد، كمان في المحافظات تم تطهير بحر أبو الأخضر وبحر فقوس لري 270 ألف فدان في الشرقية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لأكثر من 100 ألف سيدة في المنيا، وأخبار تانية كتير من محافظات أخرى خلينا نعرفها مع حضراتكم. الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات تناولت موضوعات كتيرة بتهم أهالينا في المحافظات. البداية من الإسماعيلية اللي تم فيها افتتاح موسم حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية على مساحة 1008 فدان بقرية أم عزام التابعة لمركز القصاصين الجديدة، وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة قمح السنة دي أكثر من 33 ألف فدان. في الغربية أعلنت المحافظة عن تجهيز 20 مجزر للاستعداد لاستقبال الأضاحي في العيد وذبحها بطريقة آمنة تضمن سلامة المنتج من أي مسببات مرضية، وده تحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين مع توفير المادة السرية الملونة المستخدمة في ختم اللحوم بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضية. في البحر الأحمر أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي توزيع 500 وجبة غذائية على العائدين من السودان في ميناء سفاجة، وكمان قدم الهلال الأحمر شنطة مواد نظافة شخصية لجميع الوافدين مع توفير 27 كرسي متحرك للاستخدام مع حالات المرض وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. في قنا أعلنت المحافظة أن وحدة السكان نجحت في تدريب وتأهيل 250 شاب وفتاة من مركز أوس ضمن مبادرة بداية نجاحك حقق حلمك، لتأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص عمل بقرى حياة كريمة. في الشرقية أكدت الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه بيجري الانتهاء من أعمال التطهير السنوي لبحر أبو الأخضر بزمام هندسات ري منيا القمح وههية وفقوس بطول 29 كيلومتر لخدمة زمام 150 ألف فدان أرض زراعية وبتكلفة 800 ألف جنيه، وكمان أعمال تطهير بحر فقوس بطول 33 كيلومتر بزمام هندسات ري الحسينية وشرق وغرب فقوس لخدمة زمام 120 ألف فدان وبتكلفة 1,500,000 جنيه، وده ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية. في الدقهلية أعلنت جامعة المنصورة عن عدد من الوظائف الخالية لعدد من الإدارات والوظائف القيادية، من بينها رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية. في المنيا أعلنت مديرية الصحة أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قامت خلال شهر إبريل اللي فات بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ل 100,962 سيدة، ده بالإضافة لتقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة. في أسوان أكدت المحافظة أنه بيتم لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائي قسطل وأبو سمبل السياحية منذ افتتاحه في عام 2014، وده بهدف استيعاب الوافدين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة في ظل تداعيات الأزمة الحالية. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة أنه تم توريد 240 ألف طن من محصول القمح حتى الآن من داخل وخارج المحافظة، وأكدت أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح السنة دي على مستوى المحافظة أكثر من 436 ألف فدان بزيادة 50 ألف فدان عن السنة اللي فاتت.